احيانا بحسك مرتي، بعرفك بكل حالاتك، وانت فايقه من النوم، انت وتعبانه مبسوطه، انت وعم تطبخي. بس انت هيك رح تمل مني؟ كل شيء ممكن الا اني مل منك. طبعا منصور، انت كم مره خنتني؟ غليظ. لك خلص منصور، والله ريحتي بصل. لك ريحتك حلوه شو ما كان. يلا يلا خفق البيضات، رح موت من جوع. خلص مثل ما بدك. ليش خليتينا؟ كنت تعبانة كثير. ليك منصور، أنا نظفت كل البيت وحطيت لك الغسيلات بالغسالة، بصدر عليك تنشرهم. إيه؟ لا تنسى. شامي لا بقى تعملي هيك، بزعل منك. ها طيب، رح شربك قهوة وأنا بدي ساويها. شو أخبار العيال؟ شو جاب على بالك؟ ما بعرف ليش تذكرتها. ما في بالعادة، على حالة. لقيت شغل؟ لسه، ولا بقى تسألني لأنه بدي أكل. شو شبعت؟ بدي ساوي شاي، ساوي لك؟ معقول الحكي اللي حكت لي يا ديما يطلع صحيح؟ لا شامي ولا كلمة حلوة. بتعرفي محكمة وقضايا؟ أنا مليت شام، مليت. شام؟ حبيبي شو مالك على طبيعتك؟ قلت لك المحكمة. تسلم لي حبيبي اللي دعاوي تعبيره. معلش يا عمي، تعبان شوي. ايه، وانا ما عملت شيء، بس حطيت ايدي. انت شو اللي زعجك؟ حبيبي شوية تعب. بتعرفي مشاكل القصر العدلي؟ ايه، وانا كمان مرض واكتئاب وقلق. بس الفرق بيناتنا انه انا بنسى كل شيء بس خطي عدبة هذا البيت. شبكي شام؟ عم تنقي وكانه لازم ضل مبتسم 24 ساعة، مضغوط افهميني. خلاص انت ريح وبس تصير منيح حكيني. شام؟ طيب ماشي، حكيني بس وصلي. أمينة، ديلي شام؟
ليال انا مالي بنت صغيره، هو عم يتحجج بالشغل. لك تخيلي تخيلي بعدني عنه، منصور بيبعدني عنه. هدي شام هدي، لك والله عادي. لا تقولي لي عادي، انت ما بتعرفي منصور كيف بيتعامل معي. لك حاسسته بعيد بعيد وبارد. طيب شو عم يخطر على بالك يعني؟ معقول يكون في وحده ثانيه؟ ما بعرف. لا 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 مستحيل. لا بتعرفي شام، عملي مثلي، دائما توقعي الأسوأ بأي علاقة مشان لما بدك تنصدمي لا سمح الله تكون الصدمة أخف. انتي ليش عم تحكي كأنه منصور عم يوداني؟ طيب ليال يلا بعدين بنحكي. باي باي. عفوا دكتور، المريضة اللي حكينا عنها وصل. طيب خليني اتفضل. اوكي. شامي أنا بس تعبان. أبداً أبداً ما رح أسمح لأي رجال يساوي مني فريدة تاني. إيه كل هذا الشيء لأنه بدي أعطي حالي شوية وقت. منصور اللي بعرفه ما بيحكي هيك، ما بيبتسم بهاي الطريقة هيك بمسخرة. كل شيء بدي إياه كم ساعة شامي. أنا محبط. أنت طبيبة نفسية ولو؟ منصور أنا حاسة إنه في شيء تاني، احكي معي بصراحة. وحياة غلاوتك ما في شيء، بس يبدو صار لازمني إجازة. شامي أنت روحي. بس روحك تعبانة ما بترتاح إلا أنا. أنا آسف شامي، بس كنت بالحمام ما سمعت التليفون. منصور لا تكون عم تخوني. خونك؟ أكيد لا حبيبتي. اشتقت لك. وأنا كمان. قلي شو عم تساوي؟ ولا شيء والله، بس بشوي كنت قاعد هيك عم فكر وأسأل حالي إنه هالبلد بيشبهنا، بتناسبنا، وبنفس الوقت زعلان على هالناس اللي عم تخسر بيوتها وذكرياتها بالدمار. بتعرفي شو كان يقول لي أخي؟ كان يقول لي مكانك تاريخك. أوف. خليك عم تحكي، بحس إني قادرة أسمعك طول الوقت. خلص شامي برجع بحاكيكي، لا تنامي. هيك باي باي باي.